مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل، وها هي الانطلاقة لشوطنا الثامن في مجموعة اشواط صباح هذا اليوم، والشوط الثامن الذي خصص للقعدان الحجايج ضمن هذا المهرجان، مهرجان فخر الأجيال الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان في انطلاقاته الجميلة هنا على أرضية ميدان الدستور للهجنة العربية الأصيلة بالمرموم. نتابع معكم مجريات هذا الشوط ونتابع المراكز الأولى، وبداية هنا مع ناصي العبيد بن سلطان بن مرخان من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول، واعتزال الراشد بن قميص رغويص من يتصدر في هذه اللحظات. هناك من يأتينا الحربي بن حمد بن هيان العامري مع مرمر على المركز الثالث، وفي المركز الرابع سلهود مطر بن محمد بن دحروي العامري من يأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس ويتسلل هنا لسعيد بن محسن الفلاحي، ووصول أيضا في هذه اللحظات من شاهين راشد بن سعيد بن منان السويدي، وهنا يأتينا براق لسعيد بن سيف بالكديدة الفلاسي، ومن الجانب الآخر هناك حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي مع شاهين من ينطلق على المركز الثامن، وفي المركز التاسع يتواجد نهاب النايف بن علي بن سالم المغيري، ووصوله هنا من جراح محمد بن سالم بن دريا الفلاحي من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة، وعلى المركز العتمة على المركز الأول. شكرا يا المتحدي على هذا الأداء الجميل، وسلام زعبيل، سلام سلام زعبيل على هذا الأداء، اسعدتم صباحا بهذا الأداء المميز من الأمس وأنتم أيضا في الفورمة، من الأمس وأنتم بهذا الأداء، من الأمس وأنتم بهذا التميز. تهانينا والناموس للسيد راشد بن سعيد بن منانة السويدي على هذا الفوز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معنى الفوز والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني، ويأتينا هملول علي بن خليفة المركز الثالث، من وصل هنا للسيد عويضة بن السيلخيين المركز الرابع، من وصل أيضا للسيد حمود بن عبد الله المحاربي، وفي المركز الخامس من وصل على خامس المراكز في هذه اللحظات اللي هو صغان سعيد بن منانة من وصل على المركز الخامس. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل ولحظة وصوله هنا بهذه الانطلاقة المتميزة لشاهين للسيد راشد بن سعيد بن منانة السويدي بأربع دقائق 44 ثانية جزء واحدا يتيما من الثانية. نعود إلى المركز الثاني ونتابع خلال مسيرة المركز الثاني من وصل هملول على المركز الثاني العلي بن خليفة بن عبد الله.